الصعيد مش منسي في حملة مصر الدفيانة، الحملة اللي بنستهدف من خلالها توزيع مليون بطانية في جميع أنحاء الجمهورية. وعشان كده احنا النهاردة موجودين في قرية حجازة التابعة لمركز أوس في محافظة إنا، عشان نساعد الأسر الأكثر احتياجاً على مواجهة برد الشتاء. ضمن حملة مصر الدفيانة احنا النهاردة في قرية حجازة جوبلي مركز قوس محافظة إنا، بنوزع 500 لحاف على 250 أسرة. احنا مستهدفين في المحافظة حوالي 10,000 لحاف. احنا طبعا عاملين قاعدة بيانات، بحثنا كل الحالات دي، بنختار الحالات المستحقة من الأرامل والمطلقات والمهجورات وذوي الاحتياجات الخاصة اللي عندهم أولاد كتير، عشان نفيدهم ان احنا نديهم لحافين في الشتاء. الحاجة زي الفل الحمد لله، يعني مبسوطة طبعا الحمد لله، حاجات حلوة وحاجات نظيفة وأنا مبسوطة بيها، حاجة نظيفة وجميلة وزي العسل. وبشكر جمعية الأورمان وبشكر الأستاذ عمرو أديب، وربنا يبارك فيكم إن شاء الله وتعيشوا وتوزعوا. من هنا رحنا للأقصر لتوزيع بطانيات والحفة مع جمعية الأورمان على الأهالي اللي محتاجين لحمايتهم من البرد. في محافظة الأقصر بالتحديد في مركز الجرنة ناجع، يسمى ناجع الحدادين، تقوم الحملة بتوزيع 500 لحاف وبطانية. مستهدف المحافظة في خلال هذا العام 10,000 بطانية ولحاف. في هذا المقر يتم توزيع بإذن الله 500 لحاف وبطانية على الأسر الأكثر احتياجا من أبناء هذه القرية. صراحة جات كويسة، يعني جات تعتبر في معادها، الناس اللي عشان غلابة تدفع والكلام ده. البطانية دي يعني ما قادرين، عشان جوزي عنده جلطة ما قدرش أجيب له حاف، والله هفرحنا من قلنا حيجبونا. أشكرهم وبارك الله فيهم وكفهم شر المرض، إحنا من البرد قيد النار يعني، عشان البيت مكشوف والهدوم على كده والله. محافظة الفيوم كان لها نصيب ووصلت لها حملة مصر الدفيانة مع مؤسسة مصر الخير لعمل أسقف بعض المنازل لحماية أهلها من المطر وإهداء بعضهم الحافة تحمي ولادهم وتدفيهم. وفي الفيوم إن شاء الله احنا شغالين على 700 سقف لحد نهاية فبراير، وإن شاء الله 7,000، مش أقل من 7,000 لحاف إن شاء الله. فعلا حققنا الرقم ده يعني وعديناه الحمد لله رب العالمين. وبالنسبة للأسقف زي ما قلت حضرتك 700 سقف، النهاردة احنا وصلنا 450 سقف، وإن شاء الله هنكمل المساعدة بتاعنا بنهاية فبراير. احنا النهاردة في قرية شكشوك إحدى القرى النائية تبع مركز بشوية محافظة الفيوم. العدد اللي وصلنا له الفيوم لحد دلوقتي تقريبا 450 بيت. تمام، بنختار الحالات الأكثر استحقاقا، وبعد كده بنقوم برفع السقف اللي موجود في البيت، بنعمل طقم سقف خشب زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده بنقوم بفرش مشمع بلاستيك عشان نحمي الخشب، وبعد كده طبقة خرسانية حوالي من 7 ل 8 سنتي فوق الخشب نفسه عشان تحمي الخشب اللي احنا حاطينه وتحمي الناس من المطر برضه. الوضع عندي كانت حضرتك ساعة ما كانت المطر تمطر، كان عندنا المايه تنزل عليها السقف تحت، انا وولادي في البيت ما كنتش لاقي حاجه اقعد فيها، والحمد لله رب العالمين دلوقتي جابوا لنا خشب وحاجات وهيصبوا لنا والحمد لله جزا لهم الله خير. في فرق ان انت اصلا المكان ده كان فاضي والمايه تصب عليك، مش قادر تستريح، الهواء تعبك، أولادك أصلا دايما تعبانين، إنما الوضع دلوقتي اختلف للأحسن بكتير يعني. الحملة ما توقفتش على الصعيد بس، ورحنا محافظة الشرقية وزعنا بطاطين والحفة مع الأورمان عشان نساعد الأسر الأكثر احتياجا. وطول الشتاء هنفضل نزور كل الأماكن المحتاجة في مصر كلها عشان المليون بطانية يوصلوا لكل مستحقينهم. محمد الريس، الحكاية، MBC مصر.